يا الله، مجمل ما نحب لقلوب أحبتنا أن تتلقى القناعة بمودة، كيفية تجاوز العقم والموت على مستوى الجسد وعلى مستوى النفس وعلى مستوى الروح. كيف؟ بالتأكيد الخطة واضحة في التفسير، يعني هو تفسير القرآن المرتب، هذا يعني ترتيب السور بهذه الصور التي تشع إشعاعا جديدا كما لو كنتم تخرجون القضايا بالمنتجة. هذه منتجة جديدة لترتيب السور، لكن الترتيب العام بتشوفوا عندكم كمان مثل الأيام السبعة، باليوم الأول بيصير لاكتشاف الحكمة التربوية الخالدة، باليوم الثاني بيصير ليشرق فجر البرية، باليوم الثالث بيصير لتستيقظ أعماق العناصر، باليوم الرابع بيصير لتنهض أمة الحق والعدل، باليوم الخامس بيصير لنميز بين فطرة الفاطر وأهواء العبيد، باليوم السادس بيصير ليستمر الجهاد والنصر، وباليوم السابع بيصير مثل الإجمال العام أو مثل كيف الحاسة السابعة وليس الحاسة السادسة، الحاسة السابعة بيصير مثل معجزة المنهج القرآني التي تحتضن هذه المستويات السبعة، مستويات الزراعة التي تجاوز بنا العقم فنكتشف الحكمة التربوية الخالدة، تتجاوز بنا الهمود فيشرق فجر البرية، تتجاوز بنا عملية الحركة، انه مش بس يا حسين يا حسين، مش بس لبيك يا حسين، يعني في بصميم هالاشياء استيقاظ أعماق العناصر. يعني واحد من هالناس اللي عم بيقولوا هذا الكلام يذهب إلى أندونيسيا فيجعل بلادا جديدة مثل أندونيسيا تستيقظ أعماق الحيوية وأعماق الروح وأعماق المحبة لله تعالى هناك. بيصير أي يعني كمان شو يعني الحق؟ شو يعني العدل؟ هلا بيحكوا إعلان حقوق الإنسان، بيحكوا ميثاق أمم متحدة، بيحكوا رسالة الحقوق عن زين العابدين، شو يعني الحق؟ الحق هو الله. طب المسيح كله قوله حق، قال لك كي يعني الحق؟ معناها في باطل ضد الحق، الباطل عقيم، الباطل موت، ولذلك في ناس بيموتوا لأنهم بالباطل ويموتون ويصبحون هباء لأنهم في زاوية الباطل. أما أهل الحق شيء طبيعي أن يكونوا مع الحق الذي هو حي قيوم إلى آخر هذه الأمور. بالآخر نشعر حالنا أننا أصبحنا في المعجزة، وأبسط شيء يرجعوا قلوا مثلا كيف أخرجنا سورة مريم من هذا التفسير كسورة منفردة التي هي معجزات مريمية ترجمات لخير البرية. شوفوا هالاستلهامات العشرة حول سورة مريم، بآخر هذه الاستلهامات العشرة بتشوف، خذ مقطع من حورية، الحورية العاشرة، وشوف كيف بملايين السنين. هلا شوف يعني كيف بملايين السنين؟ هلا نحن واحدنا إذا عاش 100 سنة يا لطيف بيعيش نص على العصاية وعلى الحبوب، لا، بملايين السنين أنت يا عيسى عيوني، يعني البصيرة والبصر القائمان في هذا القائم من الموت الذي هو قول الحق. ولذلك وقفنا عند آية الرسل الكلية، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، قضي بالحق. إن شاء الله ربي يقضي لكم في الظاهر والباطن، في الغائب والحاضر، بالحق الذي يجعلكم عباد الحق وفي حضرة الحق، ولكم كل الحقوق وعليكم
كل الواجبات. أعانكم الله وأعاننا لنصل إلى هذه المرحلة الطويلة الإنعاشية والزراعية حتى نرى كيف يشرق فجر البرية وكيف نعيش مع الحق لملايين السنين. أنت يا عيسى عيوني. سلام.